اهلا وسهلا الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا بعجين رائع رطب ومقرمش في نفس الوقت. حضرت به جوج انواع ديال البيتزا، واحده بالطون والبصله والاخرى بالناجيت والبصله. خليكم على فيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. على بركة الله غادي نبدا بالمكونات ديال العجين ديال البيتزا. عندي هنا تقريبا واحد 3 الكيسان ديال العنبة من الدقيق الابيض اللي هو الفورز، وعندي هنايا واحد 2 معالق من الفينو اللي هو الدقيق الاصفر، يكون الفينو رقيق، وهنايا معلقة صغيرة من خميرة ديال الخبز ومعلقة صغيرة من سكر سنيدة، وهنايا واحد معلقة ونصف من زيت زيتون، معلقة صغيرة من الزعتر والملح نصف معلقة، وعندي هنا الماء دافي باش غادي نخلط العجين. بالنسبة لزيت الزيتون غادي نضيفه حتى الأخير حتى تعجن العجين. العجين تعجن على هذا الشكل كيكون القوام ديالو رطب ما تيكونش قاصح، غادي ندهنو بزيت الزيتون شويه ماشي بزاف، وغادي نغطيه ونخليه يرتاح حتى يضاعف الحجم ديالو. عاد غادي نشكلو نقسمو على جوج كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، ونخليه عاوتاني يرتاح. كيف مشتو عندي العجين جاهز. وبالنسبة للحشوة عندي هنايا الفروماج موتزاريلا، وعندي هنا لاصوص طوماط اللي كانت عندي جاهزة، فقط ضفت عليها شوية زعتر وزيت الزيتون، وعندي هنا طون والقليل من الزعتر والبصلة حمراء والفلفلة. بالنسبة للحشوة يمكن ديروا اللي بغيتو بالكفتة أو الدجاج، أنا هذه غادي نديرها بالطون والأخرى غادي نديرها بالناجيت.
الاخر غادي نحضر به البيتزا بالناغت. حضرت العجين على هذا الشكل بنفس الطريقه الاولى، وعندي هنا الناغت اللي قليتهم وقطعتهم، ولا صوص طوماط، البصله والفلفله والموتزاريلا. والفرن سخنته من قبل على درجه حراره 180 حتى غادي يسخن مزيان، وغادي ندخل البيتزا تقريبا طيب واحد 15 دقيقه. الشكل النهائي من بعد ما البيتزا خرجها من الفران، خليتها حتى تحمرات من تحت على هذا الشكل. وهذه كذلك اللي بالناغيت والبصله حمراء والفلفله، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها، واذا جربتوها خليوا لي لايك وكومونتير تحت لا فيديو، وتشتركوا في القناه الى مازال ما اشتركتوش. وشكرا على المشاهده.